فكره استغلال الاجازه وفكره تطور استغلال الاجازه اللي انا من وجهه نظري شايف يا دكتور ان اصلا ما بقاش حد بيقدر يستغل الوقت بشكل عام بالنسبه للطلاب او كمان اولياء الامور. تعليقك يا دكتور. والله حضرتك هاخد من نهايه كلام سعادتك. المفاجاه اللي انا هفاجئك بيها ان مشكلتنا ما بقتش ان الجيل اختلف، اولياء الامور هم اللي اختلفوا. وعشان كده انا سميتها فن الاستمتاع بالاجازه. لما اولياء الامور يبقى يعلموا تماما يعني ايه فن استمتاع، الولاد هيعرفوا يستمتعوا. صح. لان مين اللي بيدبر الاجازه؟ يعني زي ما حضرتك تفضلت بتخرج اخر اليوم فرحان بالاجازه بتفكر في كذا، انما اللي بيرتب ويخطط ويعمل كل حاجه هو الاب والام. صحيح. فاحنا لازم نرجع معاهم شويه ونتكلم عن فن الاستمتاع. اللي احنا كتير قوي فاقدينه. وبيعدي يومك من غير ما تستمتع، ما بنتكلمش على الاجازه الطويله بس، حتى عموما لو هو يوم واحد. احنا لازم نتعلم ازاي نستمتع بالاجازه. ازاي نستمتع باللحظه. صح. ازاي ما نفكرش بكره ولا امبارح عشان نعرف نخطط للنهارده ونفكر في النهارده ونستمتع بالنهارده. دكتور انا مش هقدر، انا يعني دكتور انا مش هقدر اعدي النقطه دي، معلش يا دكتور. يمكن حضرتك جيت على حضرتك جيت على الجرح. فكره حضرتك بتقول لحظه، نستمتع باللحظة أو نستمتع بساعة أو نستمتع بيوم. إحنا ليه دايما يا دكتور مش بنعرف نفصل، مش بنعرف ناخد بريك؟ بحس الدماغ شغالة طول الوقت، حتى الواحد هو خارج يتفسح مع أسرته أو خارج يغير الجو. صحيح. ما بقاش عندنا الثقافة ليه دي يا دكتور؟ ما هو ما بقاش عندنا الثقافة لأن إحنا بقينا ناخد الهم معانا ونمشي. صح. وعشان كده لما انا يعني بحب دايما لو جينا هنتكلم ان شاء الله في خطوات الاستمتاع بالاجازه، اول حاجه بقول عليها انك تركب جهاز تشويش ضد النكد. نويت الاجازه تجيب الجهاز ده تشتريه وتفصل عن اي حاجه. النكد ده ممكن يكون بسبب شغل، بسبب الناس، بسبب مش معقول تطلع لي مصيف وانت جاري وراء. ما هو انت هتقول لي انا ما جريتش حاجه. لا، انت جررها في العقل الباطن. انت واخد ولادك وحاططهم جوه معلش مشاكلك. طب هما ذنبهم ايه جوه؟ انا اسف زعلش مني بحكم سنهم مش هيفهموا. ابدا ابدا طبعا طبعا. لان الاجازه دي فن. وبعدين زي ما بقول لحضرتك، انت النهارده لو طالع مشوار بسيط بتعملي ايه؟ بتغيري زيت، مش عارف بقى، بتطمن على العربيه. طب وانا انت طالع ازاي؟ يعني انت هتطلع لي بحاجات بايظه جواك، وهتطلع لي بزيت ما تغيرش جواك، ده طبعا تشبيه. هتطلع لي بكل الهموم، هتطلع لي بحاجه يمكن انا ذكرتها مع حضراتكم قبل كده، هتطلع لي بالكراكيب اللي عندك. انا مش عايز كراكيب، كراكيب الناس وكراكيب المشاكل وكراكيب حاجه. ده انت عربيتك بتسويها عشان تعرفي تحط فيها شنط السفر. طب انا كمان يعني اطلع بكراكيبي ليه؟ واطلع ولادي في الكراكيب دي ليه؟ عشان كده قلت هو فن الاستمتاع، فن الاستمتاع باللحظة. الأجازة ما هي إلا محاولة لتقليب السكر اللي جوانا. إحنا كل حاجة بترسب مع الوقت، مع الزمن، مع الامتحانات والتوتر، تلاقي دايما هرمون السعادة عمال يرقد لتحت. صح. فبتيجي أي أجازة ولو حتى يوم بتعملي إيه؟ بتقلبي السكر. فالشاطر اللي يعرف يقلب السكر عشان يعرف يستمتع. صح. إنما النهاردة يقول لك أصل أنا طالع أجازة، تبص الوش وتلاقي ما ينفعش يطلع عزا، مش يطلع أجازة. هو طبعا عايز استعداد مش اجازه طبعا. وبعدين لازم نخش فيها حته ايمانيه شويه، لانك انت يعني انت مهموم بايه؟ خلينا نقول كما يعني قال الكتاب المقدس، لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماء وقت. صحيح. صح. واضحه ايه اكثر من كده؟ انت مكلكع نفسك ليه؟ عمال تعيش في امبارح شويه وتعيش في بكره. طب واللحظه اللي انت عايشها دلوقتي؟ اللحظه اللي انت عايز تستمتع بيها اطلاقا طبعا. ودايما نتعلم مع الرضا كلمه جميله جدا، يقول لك لا تجعل المفقود ينسيك الموجود. الله. يعني مش الحاجه اللي ناقصاك تعيش لي جواها. ما هو انت لو ما يعني مش كلنا عايزين نروح المالديف. صحيح. يعني اخونا مايكل قالك بلطيم وراس البر، دي كانت على ايامنا احنا، هو طبعا ما راحهاش يعني. فيعني مش معقول اللي رايح ماشي، انت رايح تسعد نفسك ايا كان المكان اللي انت رايحه، تسعد نفسك. لا والله اصل انا كنت عايز اروح الحته الفلانيه. لا، طب ما انت ليه اللي موجود عندك؟ عشان كده قلنا فن الاستمتاع هو فن المتاح. صحيح. خلي بال حضرتك، فن المتاح واستغلال المتاح. صحيح. ودي شطاره، يقول لك ان لم يكن ما تريد
فلترد ما يكون. صحيح. شطارة على فكرة وذكاء. اتفضل دكتور. دلوقتي بتبقى بالناس عامة، مش بتبقى بالمكان اللي أنا فيه. أنا ممكن أكون قاعدة في مكان حلو قوي وجميل قوي، والناس اللي فيه مش مريحيني أو طاقتهم سلبية. طبعا. لا، ما هم دول ما يروحوش معاكي، دول ينزلوا ترميهم من شنطة العربية مع الكراكيب. لا دي حقيقة بلا زقص، ما ينفعش. هي بص عليك، أصلا مش طالع، هي وقت محسوب عليكي 3-4 أيام 5 أيام 10 أيام، لابد من انتقاء الرفيق زي ما بيقولوا. صحيح. قبل الطريق. يعني مين اللي هيركب معاك؟ زي ما قلنا هنغير زيت العربية، هنرمي الكراكيب، هنختار اللي يركب معانا بقى.